هذا لابتوب اسوس ان 550 جي حجم شاشه 15.6 فل اتش دي شاشه لمس يجي معالج كور اي 7 من الجيل الرابع 4710 اتش كيو رام 8 جيجا والهارد اس اس دي 128 تقدر تضيف هارد ثاني او تبدل الهارد اللي تريده هذا كرت الشاشه مالته 4 جيجا انفيديا نوع 750 جي تي انفيديا جي فورس جي تي 750 ام هذا الشكل قدامكم لون السيلفر نظافته كلش عاليه بطاريه ليثيوم داخليه كفر اسود هذا الشكل المنيوم العفو المنيوم معدن كل المنيوم معدن فيه دي في دي مشغل اقراص منفذ اتش دي ام اي ديسبلاي امريكي يو اس بي 3 منفذ اللون شكرا لمتابعتكم.